قال عن نفسه أنه هو الراعي الصالح. أنا هو الراعي الصالح، هو راعي الخراف العظيم، وهو أيضا رئيس الرعاة. بيتكلم طبعا في ظهوره عند مجيئه ثانية. هذا الراعي يعمل بحياته دايما لصالح الخراف. بموته نرى محبة المسيح، وفعلا الراعي اللي بيضحي من أجل رعيته. بالمقارنة بيتكلم عن السارق. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. السارق هو أيضا لص. وشيء جميل، نفس التعبير في اللغة الأصلية بتتكلم عن إرهابي، بتعني كمان إرهابي. فالإرهابي هو العنيف اللي بيستخدم العنف والقتل، وهي صفة الشيطان. كان ذاك قتالا منذ البدء. فالشيطان هو المكار والمخادع، وهو اللص والسارق، هو الإرهابي اللي عاوز يهلك أنفس الناس. لكن الراعي الصالح وجاء ليخلص أنفس الناس. هذه هي محبة المسيح الغير مشروطة، محبة المسيح الغير محدودة.